عندك علم الشعب العراقي من سنة 1920 لحد الآن ما أخذنا راحة أبد. من حرب الحرب. شافوا أسوأ حالات الضيم للمحافظات المحتلة من قبل داعش. مارمورا أول تجارة بحياتي، يعني صار لي 3 سنين. قلنا أول ضابطين هو اللي يفوت علينا، قبل نسميه على اسمه سجاد. داعش أمامنا، وإن شاء الله مقبرتهم مقابرهم راح تصير هنا بالعراق. صار لك 15 سنة. تقريبا 150 واحد وياي. حسن خلي السائق مات يطلعه، ثق محمد اذا ما طلعه اربطه هو واخذه مكان الشفط. تعاليش يا ولد يا ولد، شباب جيب سيارتك حضر لي الثيم ويا عامر. يلا خلنا نطب على بيوتنا احنا ذلك. ماشي يلا اخوتي ركبوا لي سياره. تعال حط رقم زيد. مبارك لكم مفخخه بالمالك. ضربه من طيار سمعتها سوينا؟ وصل الجسر. بغداد بعد تقريبا عمر كامل مو مرحله احنا نقول. يعني انا مواليد 83 ولدت بالحرب العراقيه الايرانيه. 23 مالتنا مال صدام حسين. 23 ميلاديه. مأساة طفولتنا. واحنا على نفس الحروب ما تغير شيء. والقرار راسي
شوف الدواعش حتى المدارس مال شو اسمه ما خلصت من عندنا. شوف شو مسوي عندي اشياء ماشي جون وان وان بس بارك هم مصوبه هم مصوبه اي هذا الكول اذا ما الراعي هنا ناخذ اللي بده شيء هذا يقول راح ناخذها على العشاء ويانا ما متعاملين وياهم كضباط ومنتسبين عائله وحده اولد على جيب جايز ليتس جو يلا خلينا نروح انا عندي عائلتي عائلتي بالموصل عائله موجوده هنا أنا. بوسه 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 مالك شغله بي مالك شغله بي تريد مرق خبز هاك بابا زينه هو يعني واحد حياته يا طاله قاعد هنا انا خلنا قاعد ها يا الله احس يعني العائله اللي بالموصل تحتاجني اكثر من هالعائله تفكير كله بهم والله حتى مرات افز بالليل افز من النوم اخابرهم الدنيا ظلمه ظلمه الدنيا طلعت خابرني راس سجاد حتى قال بالسكين عندنا واجب ملخين اخ واحد راسه طاير والله ديانات لو شو يعني مزقين ما طلع واحد لا لا بس هذا بس لا أهل واحد حلو بالموصل بالموصل هيا علاوة تطير واحد صار جد لقاتل راح تمر بحروب لبقية حياتك أكو إذا احتاج العراق أكيد مرحلة الطفولة لحد ما كبرنا بأنه احنا كلها حروب 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 أول الناس نموت نموت عن قريب إن شاء الله نموت هو هذا روتين إحنا ما نقدر نغيره يعني هو هذا إحنا واجبنا